بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوف أتحدث بعض الكلمات في حق علماء الأمة. الحديث عن العلماء هو حديث عن ورثة الأنبياء لعلم الجميع. العلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث، والتهجم على العلماء هو تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تهجم على ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم فليحذر كل ناعق وكل ساقط أن يتوجه بالإساءة إلى أي عالم كان من علماء هذه الأمة، لأن ذلك في ذلك هجوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجوما على دين الإسلام، باعتبار أي عالم ما يعني يصيب ويخطئ بكل تأكيد، ولكن التهجم على العالم ولا سيما فيما يصيبه فيه في العموم إنما هو تهجم على الحق وتهجم على الدين، يعني السعي من أجل الاستهانة بالعلماء والاستخفاف بهم حتى لا تبقى لهم كلمة مسموعة عند الأمة. لذلك أحذر كل التحذير الذين يخوضون في هذا الخوض، فإنهم يخوضون في أمر عظيم. أنا أعجب أحيانا يتحدثون إذا ذكر اسم عالم أو ذكر العلماء، فيتبجح أحدهم ويقول لكم أولئك العلماء هل صنعوا لنا، ماذا صنعوا لنا، الطائرات أم الصواريخ، أم هل هم علماء في الذرة وفي علم الفلك وفي تكنولوجيا، هم علماء يعني بمعنى أن العلماء الإسلام المتبحرين في الفقه وفي علوم الشريعة وفي الفكر الإسلامي وما ذلك، يعني هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء يعني أي كلام وخلاص، العلماء هم آخرون. وهذا فيه طبعا هجمة على العلماء ورثة الأنبياء من أجل النيل من دين الله يعني ابتداء، ومن أجل ضرب الإسلام، لأن ضرب العلماء هو ضرب. وبالمناسبة أنا أحب أن أحيي عالم الأمة والعلامة الجهبيذ النحرير مصطفى بن حمزة، الذي بمفرده أراه عالما في ألف عالم، وأراه جبلا عاليا لا تنال منه رياح السفهاء الذين بدأوا في هذه الأيام يصوبون سهامهم لهذا الجبل، لهذا العالم الكبير الذي قهر هؤلاء العلمانيين بشكل مدهش وبقوة الحجة. الشيخ بن حمزة لا يحمل في يده سكينا ولا يحمل في حزامه حزاما ناسفا، بل يحمل لسانا عليما وفقها واسعا، ويقارع هؤلاء الدخلاء الحجة بالحجة، وحجته دائما دامغة والحمد لله. وبالمناسبة إذن أقول للكثير من العلماء الآخرين الذين يراوحون مكانهم وأسفه، والذين يشتغلون في قضايا يعني وهي من الدين بكل تأكيد لكن كأنها خارج التغطية وكأنها خارج التاريخ، هذا يتكلم عن السترة في الصلاة واجبة أم غير واجبة، وهذا يتكلم عن وضع اليمنى في الصلاة من السنة أم غير من، وهذا يتكلمون عن أشياء في الوقت الذي غيرهم يكدون ويجتهدون من أجل اقتلاع جذور الدين من الأمة من أصله. وبعد ذلك سوف نجد هؤلاء العلماء الذين يتحدثون عن السترة وعن وضع اليوم يولولون ويحوقلون ويسبحون تسبيحات باردة. لا يا معشر العلماء، هؤلاء التافهون بكل تأكيد لهم أصوات مسموعة ولهم منابر ولهم 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 من يحميهم خارج الوطن، ولهم من يزين لهم ويسوغ لهم ويسوق لهم. فحذاري حذاري، لا بد من التكتل خلف المصلح الأول ملك البلاد من أجل حماية ليس فقط ثغور الوطن وهي محمية بفضل الله عز وجل ثم بفضل جيش البلاد الباسل، لكن أقول أيضا ثغور هذا الدين وثغور هذه الملة. لابد إذا أنتم معشر العلماء لا تحمون هذه الثغور ولا تتكتلون ولا، فماذا تنتظرون؟ تنتظرون من إشاعة الفواحش أكثر مما هي مشاعة؟ تنتظرون من
من أن نرى في يوم من الأيام زيدا يتزوج بعمر بالعدول ويوثقون له زواجه، تنتظرون الإفطار العلني في شوارع المملكة في رمضان، تنتظرون الشذوذ الجنسي يمارس في المقاهي وفي ربما في الشوارع أيضا، ماذا تنتظرون؟ هذا كله موجود إذا لم تهبوا على قلب كرجل واحد للدفاع عن هذا الدين وللدفاع عن هذه الملة ثم للدفاع عن أنفسكم. فإذا لا قدر الله نال هؤلاء السفهاء من ديننا فلا قيمة لنا في هذه الحياة، وحق للخلف أن يقول لنا تبا لكم. وعلى هذا لذلك أربأ بكم معشر العلماء أن تبقوا هكذا مكتوف الأيدي، مكتوف الألسن، مكسر الأقلام، لا تتكلمون إلا في قضايا جانبية، هذا إذا تكلمتم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ أمير المؤمنين، وأن يحفظ هذه الأمة وهذا الشعب من كل ما يحاك ضده من مؤامرات ومن تخطيطات. والله ولي التوفيق والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.